أكيد أكيد، على مر طبعا تاريخ النادي الأهلي مش في الفترة ديت بس، وأي حد النهاردة يعني عايز يستفيد أو عايز يعني يستفيد من خبرة نادي كبير أكيد عينه بتروح على النادي الأهلي. صحيح. علشان نعرف أكتر عن هذا الاستقبال طبعا اللي كان موجود في التتش النهاردة، خلونا نروح نشوف التقرير ده بالتفصيل عن زيارة وفد نادي أهلي بنغازي للأهلي المصري، ونرجع نكمل كلامنا في البيت الكبير. طبعا بالتأكيد سعداء جدا بهذه الزيارة، زيارة نادي القرن للنادي الأهلي. هذه الزيارة تمت بترتيب مباشر مع الكابتن محمود الخطيب من خلال أكثر من لقاء، كانت مجدولة من في كم موعد سابق، ولكن لارتباطات الناديين وظروف المسابقات كانت دائما ما تؤجل هذا اللقاء، ولكن الحمد لله الآن عقدنا هذا اللقاء اللي هيكون أول لقاء في سلسلة تعاون بين الأهليين، اللي بالتأكيد النادي الأهلي الشقيق الأصغر للنادي الأهلي المصري يحمل نفس الاسم ونفس الشعار، وشرف لنا احنا نتواجدوا بالنادي الأهلي. احنا سعيين وبقوة، لكن لتوأمة حقيقية، توأمة لا تكون حبر على ورق، ولكن بتعاون بدري. احنا لم نستعجل الآن في إعلان توأمة، ولكن الآن اتفقنا على عدة محاور إن شاء الله هنبدأ فيها تدريجيا، وإن شاء الله نوصل لتوأمة ويكون فيه تعاون وتقارب كبير بين الناديين الفترة القادمة إن شاء الله. احنا لم نسعى إلى الأهلي المصري من فراغ، نحن سعينا لإنجازات وتاريخ هذا النادي وما وصل إليه ومستمر في عطاء. فبالتأكيد نحن لو بدأنا من أين التطوير اللي احنا نرغب فيه، من أين وصل النادي الأهلي المصري، احنا نستفيد من خبرة سنوات، ونقطع مرحلة كبيرة جدا لما يقدم لنا النادي الأهلي المصري خبرته ولو حتى بنسبة 40%. احنا حبينا نشكر دولة مصر على استضافتنا، نشكر دولة مصر على اللي فتحت ملاعبها وأرضها للنادي الأهلي، أيضا نشكر الكابتن محمود الخطيب، هذا الإنسان المحترم، الإنسان المتواضع، الأخ اللي الحقيقة أنا تشرفت بعلاقتي به وحرصة. يعني أنا رغم المشاغل، وأنا نعرف لما تكون رئيس مؤسسة بحجم النادي الأهلي يعني الحمل كبير جدا، ولكن عطانا وقته ورحب بينا، وبالعكس كان حريص على هذه الزيارة، فانا نوجه له الشكر والتقدير. نحن اليوم في زيارة تاريخية تعتبر في النادي الأهلي، نادي القرن، المثال الكبير للأندية العربية والأفريقية. صراحة هذا صرح كبير. الواحد أنا لي حوالي 30 سنة أنا كنت في زيارة لهذا النادي، جيت بعد 30 سنة بصراحة النادي شكله متغير للأحسن، طبعا ناس متطورة، ناس سنين، إن شاء الله نستفيد منهم إحنا في هذه الزيارة إن شاء الله. طبعا إحنا متابعين بشغف للكرة في مصر والكرة في النادي الأهلي. طبعا ترتيب الثالث حصل عليه فريق النادي الأهلي، طبعا هذا ما جاش يعني ببساطة، أنت كان في نتيجة شغل كبير باش الواحد يوصل الثالث على العالم، راه هذا إنجاز تاريخي يعني يشرف الكرة العربية، شرفنا حتى نحن لما في قدام العالم نقولوا مثلا النادي الأهلي من حصل على الترتيب الثالث، هذا تشريف للعربية وكل الأندية اللي هي اسمها حتى الأهلي. بصراحة النادي الأهلي نادي قرن حقيقي فعلا بدون أي مزايدات. النادي الأهلي والنادي الأهلي، نادي الأهلي ليبيا والأهلي بصراحة أندية كبيرة، أندية تحب ناديها بشغف، إن شاء الله نعدهم يعني النادي الأهلي في بنغازي، نحن حنقدم مستويات كبيرة في الكونفدرالية. ونادي الأهلي المصري طبعا هو قدوة لكل الأندية، وإن شاء الله نمشي على نفس النهج النادي الأهلي اللي هو نادي القرن.